الوليدات الغزالات النويرات ديالي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. ونتمنى من هذا الفيديو كنسلم عليكم كاملين وكنقول لكم مرحبا بكم في القناه ام الاء ودعاء، ومرحبا بالجميع ومرحبا بالدراري واللي كاع اللي كيتفرج في الفيديو ديالي. كنسلم عليكم ديما من الفيديو كنقول لكم مرحبا بكم في القناه ديالي، ونتمنى تشجعوني ونتمنى يكون التفاعل ان شاء الله. هذا ما كان البنات، جيتكم فيديو شاركت معكم روتيني، يعني ملي كنبدا من الصباح شي نهار ندير معكم روتين، يعني من فطوري حتى العشايا اشنو كندير اشنو هذا. ان شاء الله نشاركوا معكم شي نهار اشنو يعني شنو كنديروا في الدار، يعني اي واحد اشنو كيدير في الروتين ديالو، شنو كيدوز كل نهار، شنو كندوز الروتين ديالنا في الدار. المهم شاركت معكم هذا الروتين ديالي من الصباح، بديتو ما بديتوش معكم من الفطور. انا البنات ما كنفطرش، الا كان معايا شي واحد كنفطر، ولا ما كانش معايا شي واحد راه ما كنفطرش، كنشرب كاس ديال الحليب ولا شي تميره هكا صافي وكنبدا شقايا. المهم البنات رديت الغداء، عجنت العجينه هي الاولى، درتها كتخمر راك شفتوها طابت. درت الطويجين ديالي راني فايته مشاركه معكم، درتو بالجلبانه وبطاطا الحلوه حتى هي والدجاج فقط، هو هادشي اللي درت في الطاجين. ورشيت هكا بربيع وشويه العطريه من الفوق، راكم عارفين البنات راكم حادقات. هادشي ما كان البنات، نتمنى يعجبكم الفيديو ديالي. ومن الطاجين رديته كيطيب، مشيت كنقرص في الخبز، قرصته وخمر ليا، غير كنخليه انا كيخمر في القصعه وشويه واحد 10 دقائق وكنقرصو عاوتاني وكنخليه شويه يخمر، عاد كنرميه في الفران. مهم فيه الدقيق الكامل، فيه الدقيق يعني ماشي ديال ماشي هذا اللي كنشرو ديال الحانوت، فيه الدقيق ديال البلاد الكامل، يعني الدقيق ديال القمح وهذا، وعندي الدقيق ديال الزرع كنراكسهم وكنطيب كنطيب كنعجن حتى انا كنطيب كنعجن الخبز ديالي بالخميره وشويه الملحه. دابا نشارك معكم شي نهار هكا الخبز مركوس، يعني فيه القمح والدقيق والزرع كنديرو، وغنشاركوا معكم ان شاء الله شي نهار نشاركوا معكم. انا فايته دايره الخبز هكا في الفران، طيبته في الفران، فايته دايره في القناه، ونتمنى يعجبكم البنات. هذا هو الدقيق البنات انا اللي كنستعمل. المهم خويت هذا السطل كان فيه الكعك، كنت شريت هذا الكعك واصلا قرب يكمل ليا وحولته للسوبيره الاخرى، وهذا السطل قلت نستغلو ندير فيه الدقيق، حيت جبت هذا الخنشه ديال 10 كيلو والفكنجبه ديال 5 كيلو ما كديش ليا وهذا وصافي. وطرفت العطريه، مهم عجنت، مهم قرصت الخبز البنات راك شفتوني، ورجعت العطريه لبلاصتها ومسحت البلاصه ديال المجار وداك الشيء، وطيبت الخبز ديالي راني كنبقى كنطيب فيه. وصايبت البنات هذاك الفرماج حتى هو رديتو للبلاصه ديالو، اتاي حتى هو رديتو لبلاصتو، يعني كاع الحاجه اللي رديتها لبلاصتها شاركتها معاكم. هاد اتاي البنات راه زوين تبارك الله، احنا عرفتو هنا الصحراء عندنا الانواع ديال اتاي. واتاي كاين ستيك في اتاي، اتاي كاين ستيك في اتاي، والله البنات الا غزال سبحان الله. ملي كنمشيو للداخل حنا ديما كندو معنا اتاي ديالنا، يعني ما كنستعملوش اتاي ديال الهي، عرفتو الصحراء غنيه على بلا ما نقول لكم، يعني اتاي تبارك الله فيها غزال تبارك الله. المهم هذه اخر خبزه طيبتها، ايوا هذا ما كان البنات، قلت نشارك معكم النهار ديالي. نتمنى يعجبكم الفيديو، الخبز جا محمر جا زوين تبارك الله، درت خمسة الخبزات اللي درت. يلا كيديو لي النهار هكا، الا كنت بوحدي غير انا وبناتي، الا عجنت ربعة جوج كناكلوهم في يوما، والغد لي عاوتاني ما كنعجنش، ولا كان عندي الناس وهذا راه كنعجن الغد لي عاوتاني ضروري كنعجن. ايوا هذا ما كان. المهم هنا البنات العشاء، لان العشاء شاركت معكم الحوت، قلت هالطريقه هذه عمرني ما شاركتها معكم، قلت نشاركها معكم اكثر، لان البنات كنديرها هكا العشيه وكتكون خفيفه، كندير هاد الطريقه ديال الحوت بلا عطريه بلا والو، كيجي زوين كيجي مبخر. بالنسبه لي كيدير الريجيم، يعني ما كيقدرش على العطريه وكديري يعني مره بنادم ينوع،
ماشي نديرو كل شيء بحال كتجيني الحوته نديروها في هكا في الطاجين وندير فيها الخضره وندير فيها القوام وندير فيها هذا بنادم مره مره ينوع. المهم الطريقه هذه البنات اكثر يمكن نديرها انا للعشاء هي وهذيك الحوته الاخرى ديال الملحه هذه كنديروها انا بزاف العشاء هكا. الى درنا كاسكروت مزيان ضروري كندير واحد الحوته هكا كانت كبيره كنديرها في الملحه كندفنها في الملحه، ولا كندير هكا الحوت عندي هكا ميان صغير كندير ليه الطريقه كنقطعو كننقيه مزيان. كشوني البنات كاين عندي الشرغوه كاين عندي ما عرفتش داك النوع الاخر هذه البنات سميتها هذه المهم كتمشي ليا السميات ديالهم. المهم كننقي نقيتهم مزيان وغنجمع الروينه ان شاء الله وغادي نشارك معكم كيفاش كنديرها في الفران كتجي خطيره البنات كتجي زوينه نتمنى تجربوها ان شاء الله. ايوا هذا مكان البنات ملي غنجمع هذيك الروينه ونغسل الحوت مزيان 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 ونديروا التقطير هكا شويه صافي. وغادي نجيب واحد الحامضه دابا تشوفوا الطريقه كيفاش غنديروا نقيته مزيان نتوما كتشوفوا المهم البنات نقيته مزيان. هنا غادي نغسل يعني البلاصه ديال فين غادي فين نقيت الحوت وداكشي المهم راه غسلته ومسحته. عاد غادي نشارك معكم الحوت كيفاش كندير له. هنا البنات درت الراس ديال العاشق ديال الابزار ودرت جوج معالق صغار ديال الكمون. وهنا غادي نعصر البنات الحامض. البنات بلا ما ديروا الملحه ديروا قبصه الملح ديروها انا جاني هو هذاك حيت غندير له الخل وغندير الحامض يعني راه غيجي مالح والحوت كيكون مالح. بتزيدوا قبصه ديال الملح ديروا قبصه الملح لان انا ما كنكثرش انا بزاف الملح انا بنادم ما نقص شويه من السكر نقص شويه من الملح. المهم كيجي هو هذاك البنات انا ما كنديرش الملحه قليل فاش كندير شي قبيصه هكا. المهم انا مره كنديرها مره ما كنديروش. المهم هذه هي الطريقه كيفاش جوج معالق انا ديال الكمون مع نص الراس ديال العاشق ديال البزار عصرت حامضه البنات ودرت واحد ثلاث معالق تما ديال الخل يمكن غيكونوا اربعه. وهنايا الطاوره فرشت ليها البابي الومنيوم ورشيتها ترشيها البنات بالزويته تما كانت عندي كنت صايبت الملاوي ما شاركتش معكم البنات الكاسكروت مع كان التليفون عمر ليا واحد الوقت مباش بيصور ليا صافي وانا نحطو ما كنت غنشارك معكم حتى الملاوي ولكن ماشي الطريقه ديال كنت غادي غير نشارك هكا كنطيب فيه ولكن ما هذا وكانت بقات ليا زلافه فيها الزبده وهذا والزيت وهي اللي دهنت بها الطاوه. عندك الزيت ديري الزيت هذه الروميه رشي شويه من الفوق غير باش ما يلصقش وصافي وهذا وصافي ودهني الحوت بهذيك العطريه اللي درت غير الكمون والبصل وحامضه وهذا والخل صافي. هنا البنات غندير واحد البطاطا البناتي كيبغيوها هكا رقيقه كتجي مقرمله في الطاوه ضروري كنديرها ليهم كتجي مع الحوت كيطيب وبطاطا ملي كنرققها حتى هي كندير هذيك العطريه وكنديرها هنا فوق هكا فوق الحوت اولا في جناب الطاوه كتقر من البنات وكتجي زوينه وكتعجب بناتي ضروري كنديرها ليهم مره مره كنديرها ليهم. ايوا كانت هذه العشيوه ديالي راني شاركتها معكم شاركت معكم الغداء وشاركت معكم الخبز فاش كرستو طيبتو. المهم غير النهار ديالي مقتطفات منها وصافي شي نهار غندير معكم روتين يكون ان شاء الله فيه كل شيء من الصباح حتى الليل شنو كيدوز عندي النهار انا اصلا كل واحد وشنو كيدوز عنده كل نهار راه نهار ما كيشبه نهار مره ما كيكونش عندك الشقاء مره كتكون عندك الروينه ايوا هذه هي حال الدنيا. المهم دفعنا الحوت كيطيب البنات راه تغيير البنات كيطيب في 10 دقائق راه هنا انايا ما نصبتو حتى ديك ال11 اقسم لك بالله عاد نضرتو عاد دغيا طاب ليا بما غسلت الماعن البنات ومسحت ورجعت الماعن الشبكه وداكشي كيتسقطرو ومسحت الدنيا وغسلت الماعن كاع اللي عندي كانوا عندي الماعن ديال الكاسكوت بقاو راه غادي تشوفوني غادي نغسل لهم الكيسان والبراد وهذا. ايوا عاد غادي نحط العشاء راه دغيا في 10 دقائق البنات كيوجد هذا الحوت. نتمنى تجربوها البنات ويعجبكم واللي وصل لحد هنا كنقول له عافاك دير ليا لايك وبارطاجي مع الحباب والصحاب واللي ما ابونيش يتابونا
يعني راه كنشوف الناس كيدخلوا وما كيديروش لايكات وما كيتابوناش، يعني راه كيدخلوا كيتفرجوا وما كيتابوناوش وما كيديروش اللايك. يعني نتمنى ان شاء الله واخا ما عجبكش المحتوى ديالي دخل غير دير لايك، ويعني بسبيل الله عاون القنوات بحال هكا اللي كيكونوا فيهم الاستفاده، وكنشاركوا معكم غير اليوميات ديالنا والوصفات اللي كتكون سهله، شي حاجه هكا اقتصاديه للغداء او للعشاء. ونتمنى ان شاء الله يكون الخير واللي لحق هنايا. كنقول لكم عافاكم البنات او لا الاولاد او لا الرجال او لا الميمات او لا اي واحد كيتفرج فينا، عافاكم ما ديروا لايك لان اللايكات هما اللي كيطلعوا الفيديو. وشكرا لكم على المشاهده بزاف البنات، ونتمنى يعجبكم الفيديو ديالي. وهنايا صافي طاب الحوت ديال طاب الحوت الحوت ديالي راه ديال الجميع. المهم البنات طاب الحوت والشطبطه البنات راه مازال انا ما خليتهاش شويه تقرمل، عرفتي راه كتجي زوينه، عرفتي راه بناتي كيضاربوا عليها. المهم نتمنى يعجبكم الفيديو، وان شاء الله تجربوا هالطريقه هذه. الناس اللي كيديروا الريجيم اللي ما كيقدروش على المرقه او العطريه، هالطريقه راه زوينه. ولا بديري غير الخل والحامض، ما بغيتيش ديري البزار والكمون ما ديريش، ولا عندك الزعتر ديري شويه الزعتر. انا ما كانش عندي الزعتر وما درتوش، ما كانش عندي، كان عندي واحد شويه ولكن غير نسيت ما درتوش. البنات صافي هنا غسلت معيناتي راه هما كيتسقطرو. الحوت طاب العشاء ديال العشاء غادي نحطو ان شاء الله باش غنتعشاو. وهذا ما كان البنات، ونتمنى يعجبكم الفيديو، ونتمنى تجربوا هاد الاكله راه زوينه. و